انا الا سمحتوا لي انا نتكلم مع المواطنين ديال اقليم سيدي سليمان. واش بغيتوا تبقاو في هذاك النوع والنمط ديال التسيير اليومي وحياتكم اليوميه ديال 30 عام، او لا بغيتوا افاق جديده وبغيتوا شباب جداد وبغيتوا الناس اللي مكونين؟ اذا حنايا كنقدموا لكم خيره المرشحين، كنقدموا لكم البرنامج ديالنا اللي غادي نرتقيو به معكم، لا في المجال الصحه لا في المجال ديال التشغيل. حنا البرنامج ديال السي عزيز الرئيس ديالنا خديناه وحاولنا بان نردوه على ارض الواقع ونأقلموه على الارض، على الساكنه ديال سيدي يحيى وديال عامر وديال الاقليم كامله.